حياكم الله احبتي متابعي مشاهدي قناه الديار الفضائيه، وها نطل عليكم بحلقه جديده من برنامجكم المشهد الرياضي. دائما ما يكون برنامج المشهد الرياضي متواجد ضيوف داخل الاستوديو او ضيف، من خلاله نسلط الضوء على امور كثيره، ربما نضع النقاط على الحروف. حلقه المشهد الرياضي احداث ومحاور مهمه. الجميع يعرف انه منتخبنا الوطني الحدث الابرز ل شارع الرياضي لهذا اليوم، لكن قبل البدء بمحاورنا نرحب بالصحفي كابتن جواد الخرساني، حياك الله. اهلا ومرحبا بك زميلي وبكل المتابعين لهذه القناه والمنبر، هذا المنبر الحر، وتحياتي لكل المشاهدين. تحياتنا لك، بالاضافه الى ضيفنا الاخر الكابتن بسام رؤوف، حياك الله استاذ بسام. مساء الخير عليك استاذ نبي وعلى استاذ جواد وعلى جميع مشاهدي ومتابعي قناه الديار. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نبدي بمتابعاتنا. يوم امس وصل المنتخب او الفريق القوى الجويه الى سلطنه عمان بصراحه لمباراتهم مع السويق العماني، بالاضافه الى نادي الزوراء راح تكون اليوم اول وحده تدريبيه له قبل قليل وصل. نتمنى التوفيق لممثلي الوطن القوة الجوية والزوراء، نتمنى لهم التوفيق في مبارياتهم المقبلة. لكن الشارع الرياضي اليوم وجمهورنا كله ينتظر الحدث الأهم اللي هو مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي. هذه المباراة بها أتباع كلش مهمة، من خلالها سيرفع الحظر عن الملاعب العراقية. يوم أمس وصل منتخبنا الوطني والكادر التدريبي وحتى اللاعب ياسر قاسم إلى محافظة البصرة. اليوم راح تكون عندهم مباراة ويا نفط الجنوب، ويوم غد راح تكون مع الميناء. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني يقف على آخر المستجدات. لكن بصراحة أحب أعقب عن موضوع بسيط، أنه موضوع ياسر قاسم، ياسر قاسم الموضوع أخذ أكثر من أهميته. ما ممكن اليوم كلنا أنه ياسر قاسم وياسر، ليس ياسر قاسم فقط هو يلعب بالمنتخب. اليوم أكو كثير من اللاعبين، كثير أكو لاعبين مغتربين. ليش إحنا اعطينا أهمية أنه وهذا الضغط أنه ياسر قاسم ولازم يعتذر؟ وعلى ما أعتقد كان أكو مؤتمر صحفي واعتذر ياسر قاسم للجماهير، واعتذر للاتحاد العراقي، واعتذر للجميع، ويتمنى أنه يعود من خلال مباراة السعودية كياسر قاسم اللي تواجد بأمم آسيا. احنا خلنا ندعم اليوم المنتخب، خلنا ندعم اللاعبين، وبالإخفاق ممكن نتحدث عن الجميع بصراحة. حتى نقف يعني على آخر الأمور، نروح نتابع تصريح للكابتن باسم قاسم، من ثم نرجع نكمل حلقة المشهد الرياضي. يعني على الاخوان وسائل الاعلام، على الاخوان، احنا نحترم كل القابليات، نحترم كل القدرات، نحترم كل اللاعبين اللي سبقوا ان خدموا المنتخب الوطني، لكن الناشد يعني بالمقابل على الاخرين ان يحترموا خياراتنا، لانه لا يمكن تحت اي ظرف ان تتاثر قراراتنا باي شيء. يعني مع احترام للاعلام، احنا نقف اليوم على ارضيه صلبه تمتد الى 27 سنه بالتدريب، وكذا سنه 13 سنه يعني بمجال اللعب، وعلى المراحل اللي هي كاس العالم. واذا من حيث الشهادات التدريبيه احنا اليوم دوره برو الحمد لله، ومن الخبره درسنا في سلك الشرطه 30، كل هذه الامور تجع ولدينا يعني حقيقه، انا ليس من باب المبالغه، لكن ظهرت بعض الامور واللي اول مره اتكلم بها مع حضرتك، ظهرت بعض الامور اللي بعيده كل البعد عن الواقع، واحنا ندرك تماما ظهرت بعض الأمور. أنا أدرك تماما، وأنا حقيقة أنا صاحب مقولة كثير من المواقع الإعلامية، كثير من القنوات الفضائية ترتدي ثياب الملائكة وتخفي نياب الأفاعي، وهي تحاول تستخفي القسم من عقول هذه البسطاء من الجماهير، وتريد تذهب بهم وين؟ لا دهاليس الظلام. وهذا هو مو حال الرياضة، وإحنا حال بلد هذا بشكل عام. أنا باسم قاسم أدرك كل هذه المعطيات، ولا يمكن مع احترامي، يعني الإعلام له دور مؤثر، له دور إيجابي، الإعلام المخلص، الإعلام الصادق، ويا ما دعمنا ويا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، حتى لا تحسب، لأنه دائما الناس تحاول تصيد بالماء العكر، لكن لا يمكن يؤثر بقرارنا، يعني لا وسيلة إعلامية، لا تجمع إعلامي، لا قرار سياسي، لا قرار سيادي، ولا قرار من أكبر مسؤول. بقدر ما تؤثر بنا قناعتنا
والمهنية وسماعنا لآراء الآخرين، لكن القرار الأول والأخير إنه بدون أي تدخل وبدون أي مجاملة. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، شاهدت التصريح الكابتن باسم قاسم والحديث عن الإعلام. اليوم احنا بصراحة كعملنا كإعلام ندعم أي منتخب، ندعم كل منتخباتنا الوطنية، ندعم كل أنديتنا. احنا اليوم ليس غايتنا انه التسقيط بشخص، بمدرب، بلاعب، وانما يجب ان تكون المعاملة مع الجميع سواسية. هذا ما نطمح اليه. ممكن تأمنونا الاتصال مع كابتن باسم قاسم مخرجنا حتى نقف على اخر المستجدات. بصراحة مشاهدينا الكرام، الروح يعني ما نعرف وين وصلت الرياضة. يعني انت من اليوم تطلب إلا يكون ياسر قاسم يتحدث، أو ياسر قاسم إلا يطلع بتصريح، أو ياسر قاسم إلا يعني يعتذر. ما ممكن أنت يعني أنت تعرف ياسر قاسم وإمكانيته، فما يصير هذا الضغط على هذا اللاعب. نتمنى أنه من إخواننا الإعلاميين أنه يتركون الضغط على ياسر قاسم. اليوم المنتخب ما بي بس ياسر قاسم، بي 24 لاعب، بي 20 لاعب، بي 18 لاعب، هاي كلهم إلا ياسر قاسم. نتمنى من الإعلام والرياضيين أنه هذا الموضوع ينتهي تماما، ونفكر بمباراة رفع الحظر. نفكر إحنا كإعلام إيش راح نقدم، شلون راح ننقل الصوت، شلون راح ننقل الصورة، لأن إحنا تعبنا كافي بعد. أريد نرفع الحظر، أريد نشوف منتخباتنا وانديتنا تلعب بأرضنا. البداية حتكون من كابتن بسام، رأيك كابتن بهاي الأحداث؟ طبعا أكيد يمكن تنوعت الأحداث خلال الفترة الماضية، و يمكن استاذ جوادي شاطرني الرأي بأنه احنا حاليا في مهمة وطنية، مهمة رفع الحظر عن الملاعب العراقية، لها أهمية ولها دوافعها ولها تأثيراتها الكبيرة على الرياضة العراقية وخاصة كرة القدم. لذلك الجمهور يتطلع إلى إنجازات، ونحن نتكلم عن البرامج والتخطيط، وأكيد الداعم الأساسي هو الإعلام. وحضرتك استوجهت رسالة، وأعتقد يعني الرسالة مفهومة وصريحة وسهلة جدا بها من المصداقية الشيء الكبير. لذلك عندما نتكلم عن اللاعب المحترف، اللاعب المحترف لا يتحدث كثيرا، يعمل أكثر ما يتحدث. لذلك الإعلام ربما يتحدث وهذا واجبه، لكن اللاعب مثل ياسر قاسم وغير من اللاعبين المحترفين، احنا خلينا نشاهد ظهوره خلال السنوات الماضية، كم لاعب ظهر على شاشة التلفاز أو في الإعلام وتحدث مطولا في برنامج معين. أكيد هؤلاء اللاعبين هنالك طريقة للعمل، استراتيجية العمل والتعامل أيضا مع الإعلام. لذلك ربما مدرب المنتخب الوطني يتحدث ويتحدث عن وقائع معينة وله الحق بهذا المجال، لكن اللاعب ربما يصرح تصريح معين ينحسب عليه، وبالتالي تدري أنت يصير تقاطع بينه أو بين المدرب أو بين الاتحاد أو بين مع اللاعبين، وبالتالي هذا راح ينعكس بصورة سلبية. وحضرتك تكلمت عن مباراة مهمة مع المنتخب السعودي وإلى ممكن تأثيرات. الاتصال جاهز كابتن بسام. حياك الله كابتن باسم قاسم. أهلا مرحبا. طبعا الحمد لله على السلامة. تحياتي للأخ أستاذ جوار الخرسان، وتحياتي كابتن بسام، وحقيقة أنا أسف ما قطع الفور المنتخب في طريقنا الى الوحده التدريبيه. احنا سمعنا انه اليوم مباراه وليس وحده تدريبيه، ممكن تحدثنا؟ يعني بكل تاكيد احنا يعني ان شاء الله الوحده التدريبيه تبدا الساعه 4، يعني الساعه الاولى يكون تدريب يعني وفق المنهاج المقرر للمنتخب الوطني لهذا اليوم، والساعه الثانيه ستكون شوط واحد مع فصل الجنوب، يعني وحده تدريبيه مشتركه وليست مباراه. وتكتمل يعني الوحده التدريبيه لهذا اليوم على امل ان شاء الله يوم غد نفس الوحده التدريبيه ستكون مع فريق البناء، ستكون لكل مدرب يعني يطبق منهاج التدريب، والساعه الثانيه اللي هي 50 دقيقه حقيقه نلعب شوط واحد كذلك، وبعدها العشر دقائق اجراء تمارين الارضيه والتمارين التمطيه استعداد مع المنتخب السعودي يوم الثلاثاء ان شاء الله. كابتن باسم، ممكن تحدثنا عن ياسر قاسم؟ انه حدث مؤتمر، اخر مستجدات اللاعب ياسر قاسم بصراحه هواي صار لغط وضغط على هذا اللاعب، ممكن تحدثنا؟ حق الاعلام كل وجهات النظر هي محترمه، لكن بما لا اكمل الشيء يعني اكو امور مهمه يعني حقيقه عليها
يعني حضور المنتخب السعودي، مشاركة الجماهير، رفع الحضار، حضور شخصيات كبيرة لهذه المباراة. أنا حقيقة أنا أعتقد يمكن ربما تكون اللارفة بانتباه حقيقة نعم هو موضوع ياسر ليس بالموضوع الآن، لكن ليس من المعقول أن يأخذ كل هذا ونترك باقي الأمور. مع هذا احنا دائما ما نتعامل مع اللام بالمسافة واحدة وكل وشاهد النظر محترمة، لذلك حرصنا على أن يكون يعني بعد هذه التراكمة اللي صارت من خلال غياب ياسر القاسم، لذلك حرصنا أن يكون كل وجهات النظر موجودة، وإحنا حتى نحضر منتخب اللاعب ونتكلم كثير. احنا وصلنا اليوم امس اليوم متاخر يعني ليلا الى البصره، والاعداد وصل قبلنا لانه كان المفروض. كابتن ممكن تحدثنا عن وصول المنتخب السعودي؟ شو وقت يوصل؟ يوم الثلاثاء؟ اكو اخبار انه يوصل يوم الاربعاء الصبح، اكو هيك اخبار لو ممكن يوصل يوم الثلاثاء ويخوض وحده تدريبيه؟ الو ممكن تعودون الاتصال بالكابتن باسم قاسم؟ بصراحة كابتن جواد تحدثنا يقول انه راح تكون مباراة مع نادي النفط انه على شوط واحد، ومباراة يوم غد راح تكون على 50 دقيقة، ممكن حتى بس يوقف على اخر استراتيجية اللاعبين وتوظيفهم لمباراة السعودية. اكيد اكيد لكل مدرب عنده اسلوبه الخاص يعني قياده الفريق، وباسم قاسم يعني ما اريد نحن نحكي السي في مالته، باسم قاسم مدرب كفو ومتمكن واثبت نجاحاته مع الانديه اللي دربها مثل الدهوك والجويه والزوراء وغيرها، فلذلك هو ممكن يعني تعاودونا الاتصال. فلذلك هو قياده المنتخب وحتى الفتره اللي قاد بها المنتخب هي قياده جيده نوعا ما افضل من غيرها. اما انه يلعب اليوم ربع ساعه ونص ساعه ومباشر كذا، فهذه اكيد من ضمن الاستراتيجي او البرنامج اللي راسمه الاعدادي للمباراه اللي راح يخوضها مع الفريق السعودي. هو كان مفترض تكون استعداداته اكثر، لكنه طبعا المباراه ما اجت في وقت الفيفا داي حتى يقدر يستدعي المحترفين حتى كذا، اضافه لهذا انه راح يخوض مباراه مع الفريق السعودي، الفريق السعودي راح رديف الفريق السعودي، مو الفريق السعودي، هذا رديف الفريق السعودي، وله رغم انه مشكورين الاخوه السعوديين انه يلعبون بالعراقيك في انه اسمهم موجود. بس يكملوا سؤال كابتن باسم، اسف انقطع الاتصال. كابتن باسم الو. كابتن ممكن تحدثنا عن متى يصل الوفد السعودي الى البصره؟ يوم الثلاثاء ام الاربعاء؟ والله هذا لا يوجد يعني عندي علم واضح يعني متى يصل المنتخب السعودي، ترى هذا مسؤوليه الاخوان الاتحاد، هم من عدوا العده اي وقت يوصل ومساله الاستقبال. لكن انا اتكلمت بخصوص انه اللاعب ياسر عقد مؤتمر اليوم بعد الظهر مثل ما اعلن سابقا وتكلم، والان من حق الاعلام بشكل مؤتمر جماعي او بشكل فردي يتحدث مع اي لاعب من اللاعبين المنتخب حقيقه، لانه ليس كما يقال بس من القنوات انه احنا اللاعب احتكاك لاعب او غيره من هذه الامور، بقدر ما كنا نريد نحافظ على المعلومه ان توصل لكافه الجماهير بشكل صحيح ولا تؤول. بس كابتن اليوم احنا نشاهد كابتن باسم قاسم ممكن اكو غصه من قبل الاعلام بداخله او من خلال تصريحك الاخير ويا قناه الديار الفضائيه؟ كل تقدير واحترام لكل قنوات الاعلام وكلها اراء محترمه، ولكن احنا حقيقه بنفس الوقت مثل ما اخواننا الاعلام او الجمهور بشكل عام يعني يوجه بعض النقد او بعض التوضيح او بعض الارشاد او بعض الاستفسارات، يعني احنا نعتقد هم ان حق على الاعلام يعني نتكلم حقيقه، لانه احنا لدينا خبره بالمجال الفني. ممكن عندنا خبره نقول بعض الامور يا اخوان، احنا كل وسائل الاعلام محترمه، احنا كمان نتعامل باحترام. انا اعتقد اليوم الاحترام هو الانسان يحترم ذاته قبل ان يحترم الاخرين، بالتاكيد. لذلك هو احترام الذات يجب ان يكون من خلال المعلومه الحقيقيه، لا يجب ان يكون من خلال التاويل بالحديث. حقيقه هو هذا اللي، واعتقد هاي حاله يعني انت تدري رضا الناس غير لا تدرك، هاي حاله ليست بالعامه، واحنا يعني كل ما من شأن دعم المنتخب العراقي وكل ما من شأن معلومه تصل الى الجماهير احنا ما نفهم، وحق الجمهور علينا، لكن بنفس الوقت نقول هناك امور مهمه، وصول المنتخب السعودي، المنتخب العراقي، شخصيات كبيره تحضر درب الحضر، علينا ان لا نسلط الضوء بشكل
المبالغ وبكثير من التأويل على مسألة ما تستحق كل هذا الحقيقة الاهتمام بقدر ما أكو أمور مهمة أكثر علينا أن نتابعها. كذلك تحياتي لك، أنا أشكرك وأشكر توضيحك لهذه الأمور، وإن شاء الله قناة الديار وبرنامج المشهد الرياضي سيتواجد في البصرة لتغطية هذا المحفل الكبير. أهلا ومرحبا بكم، تحياتي لك ووفقك الكرام. شكرا لك كابتن باسم، شكرا لك. بصراحة نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. كابتن بسام رؤوف يقول اليوم ياسر قاسم عقد مؤتمر وتحدث بإمكان الصحافة في أي يوم يتواجدون بالبصرة أنه ياخذ لقاحنا من يحتكر لاعب او صح. كيف تنظر كلام كابتن باسل؟ طبعا هو جاي يحاول يهيئ اجواء ايجابيه فعلا عندما يطلع حريه الى لاعب او نجم معين بتصريح في مؤتمر معين، اكيد هو جاي يساعد اللاعب وجاي يهيئ اللاعب الى المباراه القادمه، وبالتالي هذا راح يكون حافز اللاعب انه يقدم افضل ما عنده، وبالتالي احنا نريد عوده ياسر قاسم الى صف المنتخب العراقي. ياسر قاسم إذا تكلمنا عنه بأنه لاعب كان نجم من نجوم آسيا أمم آسيا بإحدى البطولات، وبالتالي هكذا نوعية من اللاعبين إحنا دائما نساندهم وندعمهم، وبالتالي في سبيل تخلق نجم ليس من السهولة تخلق نجم على مستوى دولي، لذلك إحنا ندعم كل نجومنا خارج العراق ونجومنا داخل العراق، وبالتالي اللاعب النجم داخل العراق نتمنى بأنه يوم يحترف على مستوى عالي ويكون هو بارز مثل علي عدنان واللاعبين الآخرين. الإعلام إلى ربما إلى بصمة في هذا في دعم اللاعبين النجوم، وهو محق أحيانا في انتقاد لاعب عندما يكون الانتقاد بناء، لكن بعض القضايا ربما الإعلام ما يشوفها اللاعب هو نفسه اللي يشوفها، وهنالك تأثيرات نفسية ما تقع على الإعلام وإنما تقع على اللاعبين أنفسهم، وبالتالي عندما يتعامل لاعب مع مدرب والمدرب يكون عنده وجهة نظر ربما يكون هنالك شد في جهة معينة. لذلك أنا أعتقد ياسر قاسم ملف ياسر قاسم أنا أعتبره الفترات الماضية ما كان موفق نهائيا مع المنتخب العراقي في الانضمام إلى صفوف المنتخب العراقي، وما أخذ الفرصة الكافية، وما كان هنالك ربما قلت لك هو كلاعب هو مؤدب جدا هذا اللاعب حقيقة يعني، لذلك ابتعاده هو ما كان ضد شخص معين وتحدث أكثر من مرة. هسه يقولوا كابتن فايز وراوف يدافع ياسر. لا أنا ما دافع عنه، أنا دافع عن كل لاعبين أستاذ جواد يعرفني يعني، أنا ما عندي علاقة شخصية ويا لاعب، لكن أنا أتكلم على اللاعب النجم. أكيد الدولة تهتم بكل نجومها وتحاول تدعمهم، لذلك أنا أعتقد مباراة السعودية مباراة مهمة راح نشاهد كليتنا مستوى أداء ياسر قاسم وباقي النجوم، وبالتالي التقييم راح يكون للجمهور وراح يكون أيضا للمختصين والجهاز الفني، وإن شاء الله يكون بفائدة للمنتخب. كابتن جواد أريد أعقب قبل التعقيب، شلون نشوف الإعلام تعامل ويا قائمة المنتخب الوطني بمهنية؟ لو كل من اليوم يريد يفرض رأيه المدرب و... طبعا كابتن نبيل كابتن بسام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما قدر يحصل على رضا كل الآخرين، فكيف تريد أنه مدرب باختيار 24 أو 25 لاعب الناس تقتنع به؟ أهل الشرطة يردون الشرطة، أهل الزوراء يردون الزوراء، فلذلك هذه مزاجات، هذه الجمهور دعوة اللاعبين تخضع إلى مزاجات كل واحد مزاجات وناديوية، لكن بينما يعني ما كل لاعبين اليوم يستحقون يتواجدون. نعم أقول لك 50 لاعب يستحقون، بس لكن هو ما يقدر يسحب الـ50. باسم قاسم الرجل له نظرة فنية، هو يعرف شلون المراكز اللي تحتاج شلون يرمم الخطوط مالته، فلذلك هو نعم أكو بعض اللاعبين يستحقون، يعني ما أريد أقول بالأسماء لكن أكو فعلا كثيرين، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني مثلا أحمد فاضل لاعب برز، نبيل صباح، يعني اكو لاعبين برزوا، صالح سدير نعم، فراد جاسم، كلهم ذولا محترمين يستحقون ان يتواجدون بالمنتخب. بس بقت نقطه واحده اريد ثانيه اعقب عليها الكلام، انه موضوع ياسر قاسم حتى نطلع من عنده بشكل نهائي، الرجل او الولد لاعب ستايله اوروبي، ما متعود على الغش والخداع والكذب، وياسر قاسم بعد ما برز مع المنتخب الوطني كان هو مؤهل يكون رئيس الفريق او القائد، لكن هنالك من بصراحه حتى نكون صريحين من هذا المنبر الحر، ان هنالك من اشتغل ضد حتى بعض اللاعبين بدليل غش وخداع. منو اللي يغش ويخدع كلاعبين لو شنو كمدربين؟ نعم نعم نعم
اكو مرض بالمنتخب الوطني. مرض هو التكتلات، والكابتن اللاعب المنتخب يعرف هذه التكتلات تصير مجاميع بالمنتخب، كل واحد ياخذ له جماعه يحاول انه يستحوذ على المنتخب، اكو بيهم لاعبين حتى يحاول يستحوذ على التشكيله على كذا. فياسر قاسم كان مهدد لهم لانه كان افضل لاعب، وشفناه من صوروه على المسبح وكذا حاولوا يسقطوا، لكن الجمهور تفهم اللعبه وانطحق. فلذلك هو الولد ما متعود على هيك امور، فلذلك انسحب من المنتخب، هاي الظروف جعلته ينسحب من المنتخب. لكن الان نتمنى اعتقد بوجود باسم قاسم كذا هاي التكتلات راح انتهت وراح تنتهي، وراح انه الفريق يعتبر ان شاء الله كتله واحده. هذا فيما يتعلق بموضوع ياسر. اما في موضوع المباراه انت سالت الكابتن الاعلام انه الاعلام نعم الاعلام صدقني كابتن نبيل، يعني الفريق او العمليه الرياضيه تستند على اربع قواعد اللي هي اللاعب والمدرب والاداري والاعلام. صدقني بالنسبه للاعب الحمد لله احنا لاعبين كلهم جيدين وكلهم عندنا مناجم، المدربين جيدين بدليل انهم يدربون حتى خارج العراق. الاعلام شو الفضائيات والبرامج الرياضيه والصحف وحشد كله يدعم بالذات بالاول حشد كامل من الاعلام كله يدعم المنتخب ويدعم الانديه في مبارياتها الخارجيه وموضوع رفع الحظر. فلذلك الاعلام ما اعتقد قصر قيد انمله، صح اعلامنا حر ملتزم نعم، احنا لما نشوف خطا مثلا اساءه من جمهور نقول هذا جمهور اساء، لما نشوف مثلا ارضيه ملعب سيئه نقول هاي ارضيه سيئه، لما نشوف اكو حاله تزوير نقول هاي حاله تزوير. هذا مو معناه احنا ضد العمليه الرياضيه، بالعكس احنا ويا العمليه الرياضيه اللي نشذبها من هاي الدرانات اللي تعلقت بها. اما ارجع على سؤالك اللي هو فعلا انه الفريق السعودي يجي يوم الاربعاء يعني يوصل يلعب المباراة ويرجع يطير يعني يرجع البلد يعني ما يبقى بالعراق يوم واحد، وهو رديف. اكو اخبار انه لازم يتواجد الثلاثاء كابتن بسام حتى ياخذ وحده تدريبيه، هذا المفروض. لكن يعني انت اليوم قريب على الوزاره المعلومه انه ممكن انه يتواجد يوم الثلاثاء والاربعاء، ممكن يوصل الثلاثاء ويتمرن وحده تدريبيه الاربعاء والخميس المباراه، يعني ممكن هاي ممكن تكون الخميس المباراة الأربعاء يتواجد الثلاثاء الأربعاء الخميس يروح الخميس يسافر إلى السعودية. أنا بس حبيت أنوه إلى قضية مهمة، إحنا جزء ما تحدثنا عن أهمية هاي المباراة حقيقة بالنسبة للجانبين السعودي والعراقي وفائدتها راح الحظر خلاص يعني بعد هاي المباراة. نعم بس أنا أعتقد بأنه هاي المباراة هي بوابة لرفع الحظر، وبالتالي الشخصيات اللي راح تظهر دعوات كثيرة إلى شخصيات رياضية خارج العراق وداخل العراق، وأيضا شخصيات ربما حتى سياسية راح تكون متواجدة في هذا راح يعطي طابع بأنه الصفحة القديمة انطوت وحاليا نفتح صفحة جديدة من خلال الرياضة. لذلك احنا تكلمنا يمكن في حلقات أنا وأستاذ جواد عن مدى أهمية الرياضة في المجتمعات، وبالتالي هاي توطيد العلاقات بين البلدين هي قلنا بأنه تكون انطلاقة جديدة للمنتخبات العراقية، وبالتالي هذا راح يساهم في تطور الرياضة العراقية. تأثير السعودية كبير خارجيا واحنا نعرف هذا، وبالتالي حتى داخليا شاهدنا في مجالات كثيرة بدأ الانفتاح مع السعودية، إذا هنالك آمال كبيرة تعقد على هذه المباراة. وبالتالي المنتخب العراقي إذا ما قارناه بالمنتخب السعودي من خلال العناصر أنا أعتقد المنتخب العراقي إلى أفضلية الأرض والجمهور، وبالتالي هنالك دعوات لبعض اللاعبين عليه إثبات جدارته في هذا المحفل الدولي وفي هذا المحفل. أنا أعتقد باسم أيضا في هذه المباراة هو حتى من خلال تصريحه أنا جاي أشاهد هنالك ربما تخوف نوعا ما من هذه المباراة كنتيجة لو من مباراة كاملة من نتيجة المنتخب السعودي. لا بالعكس من نتيجة المباراة، هو حاليا عنده الخبرة الكافية دار كثير مباريات المنتخب الوطني، لذلك التخوف بأنه ربما عطاء بعض اللاعبين ما يكون بالمستوى المطلوب، وبالتالي تأثيره أمام الإعلام الرياضي وكذلك جماهير يكون ربما وقعة كبيرة إذا ما خرجنا بنتيجة غير جيدة. لذلك على التهيئة النفسية في هكذا مباراة دور كلش كبير، وأتمنى فعلا
بانه نتعامل مع المباراه تعامل واقعي. بس اليوم المنتخب السعودي راح يلعب بالرديف الرديف او الاولمبي. طبعا اكيد المنتخب الاول عنده نهائيات كاس العالم وبالتالي الرديف هو لا يقل اهميه على المنتخب الاول، باعتبار المنتخب الرديف قبل فتره شارك في بطوله الخليج واستعاد، وهو ايضا هاي المباراة محطة للمنتخب الرديف بالانطلاقة أيضا نحو ربما بعض اللاعبين خلال السنوات القادمة يكونوا ضمن صفوف المنتخب الوطني، لذلك هم استراتيجيتهم طويلة وليس مثلنا يعني آنية، لذلك أنا أعتقد المنتخب السعودي راح يكون منتخب قوي ومنتخب ند للمنتخب العراقي، وراح نشاهد مباراة مفتوحة في البصرة. يعني رغم هذا المحفل الكبير اليوم نشاهد كل الفرق عندها رديف. نعم. احنا يعني في السابق كان عندنا رديف، لكن الان من شاهد هذا الشيء؟ يعني شنو السبب؟ طبعا وين الخلل؟ سترحت على نقطه دخلتنا بجو اريد نعرف. طبعا اكيد المنتخب الاول وما يعني مشاكله هوايه، اما منتخب الرديف راح يصير ايضا هنا تدخلات هنا وهناك، والانديه ربما ايضا شارك في قرار توقف الدوري من عدمه واعطاء اللاعب من عدم اعطاء اللاعب، واحنا شاهدنا يعني صارت عندما ذهب المنتخب في البطوله الاخيره الاولمبي كيف كانت هناك لاعبين اعتذروا وبعدين لعبوا بالدوري وصارت. لذلك انا اعتقد قضيه المنتخب الرديف هي حاله صحيه 100% لتعويض نقص بعض اللاعبين، ايضا هنالك بطولات استعداديه كغرب اسيا وغيرها وغير بطولات يكون لهم دور، وايضا يطلع المدربين على مستواهم. كان كابتن جواد بصراحه اريد اسالك سؤال جاوبني بيه بصراحه، شلون نشوف بقاء لجنة المنتخبات على كابتن باسم قاسم وعبد الغني شهد وتجديد الثقة بالأخص بالكابتن عبد الغني شهد؟ انت سألتني وردت مني الجواب بصراحة. استاذ نبيل، بالنسبة فيما يتعلق بلجنة المنتخبات هي اسم فقط، ما في اليوم لجنة المنتخبات اجتمعت وقررت على مدرب وان يكون هو هذا المدرب، المدربين كلهم يجون باجتماع داخل الاتحاد، وبحكم اكو توافقات وكذا فيصير اختيار فلان او محاصصه، شلون توزع الوزارات محاصصه، هذه هم تتوزع محاصصه. قليله اللي اثبتوا جدارتهم بان يكونون مدربين مثل راضي الشنيش باسم قاسم، اثبتوا انه هم مدربين وان يكونون على شلون يتم اختيار المدرب اليوم؟ على شنو احنا نستند حتى نختار فلان مدرب وفلان مدرب؟ ها الاختيارات اللي تصير اكثرها هو يجب ان يكون على النتائج، على التاريخ والنتائج، وهذا اللي حصل ويا راضي وحصل ويا باسم، لكن البعض لا يتم اختيارهم من خلال الفيسبوك. يعني انت مدرب وعندك جيوش الكترونيه تقدر وعندك مع احترامي لحضرتك اكو برامج رياضيه تتبناك وكذا تطلعك يوميه وكل اسبوع مره وكذا، وبالفيسبوك اكو مني يطبل ويزمر، ماكو خلال تاخذ لك شهر شهرين انت تستلم منتخب ناشئين منتخب شباب. هاي الطريقه اللي يتم اختيار بها المدربين. المدربين الحالي هذا الكلام كابتن طبعا هي اليه الاختيار اغلبها، انا يمكن كنت قريب الى كان هواي قرارات صارت، يعني آلية الاختيار دائما ما يعني هنالك نقاط ربما تتداخل في عملية الاختيار المدرب، واحنا تكلمت حضرتك على النتائج، اكيد النتائج سلبية وإقالة المدربين من المنتخبات الوطنية وعدم توفر المال ربما دفع بانه الاتحاد يتعاقد مع مدرب محلي، ولا كانت الفكرة التعاقد مع مدرب اجنبي خلال السنوات الماضية، هاي من ناحية. الناحية الاخرى اللي نجح في عمله اكيد يعني كان هنالك رأي جمهور أيضا، يعني عندما نتحدث عن راضي شنيشل خلينا نكون واقعيين، كان هناك توافق على راضي شنيشل عندما تم استدعاءه والتعاقد وياه، وأيضا باسم قاسم عندما أعطت إلى الفرصة كان هنالك توافق بين الجميع، لكن ربما النتائج لا تكون مساعدة لمدرب معين فيتم تنحيته أو إقالته أو استقالته، هاي من ناحية. الناحية الأخرى عندما أتكلم على مدربي الأولمبي أو المنتخب الشباب أو الناشئين، طبعا هي تعطى فرص، الأولمبي مسؤوليته أكبر من منتخب الشباب، والشباب مسؤوليته أكبر من منتخب الناشئين والناشئين أكبر كذلك. لذلك إحنا أنا أقول لك واقعين، إحنا ما مهتمين بالبراعم ولا بالناشئين، ربما شوية الشباب وربما الأولمبي أكثر ممكن نتكلم. عبد الغني شاهد باعتباره يعني أيضا أصبح مدرب صاحب خبرة وكفاءة وتعامل مع بطولات دولية على مستوى المنتخب الأولمبي، وربما بعض المباريات كان
مدرب طوارئ خاصة مع المنتخب العراقي الأول في التصفيات الأخيرة كانت لكأس العالم. أنا أعتقد بأنه إلى حد ما نجح عبد الغني شهد، لكن البطولة الأخيرة بصراحة ما توفق عبد الغني شهد، وربما لأسباب كثيرة منها أسباب فنية هو ما نجح بها شخصيا وليس الآخرين، هاي من ناحية. وهو مو عيب أنه الإنسان ما ينجح في بطولة معينة، لكن العيب أنه يستمر في التعامل مع نفس الأخطاء يعني، وبالتالي هاي ما تعطينا جدوى يعني مستقبلية، هاي من ناحية. الناحية الأخرى الاعتقاد يعني أكيد تأثير المدرب على الاتحاد وأعضاء الاتحاد وعلاقاته مع الاتحاد لها دور كبير في تأثيره. لو الفرض اللي فرضه أنه اليوم هذا هو ماكو واحد يفرضه حقيقة، فرضه يعني صعب، لكن ربما يعني هو ماكو مدربين اليوم فرضه؟ لا احنا لا أكو مدربين فرضه، لا أكون، بس مو هالطريقة اللي هذا المدربين اللي ينفرضون يعني على مستوى الفئات العمرية، خلينا نكون واقعيين يعني مستوى الفئات العمرية كلهم زين كاتن كلهم ممتازين؟ لا أكيد لا، مو كلهم مو في فئات العمرية اليوم أصحاب من الأولمبي والهذا طبعا هم أنت لازم يكون أساسا صح، هم الأساس، هم الأساس الانطلاقة إلى النجومية ولا المتقدمين. أنا أعتقد الفئات العمرية ما زلنا نعاني منها، مبدأ التزوير موجود لحد هاي اللحظة، وبالتالي هذا جاي يتعاقب. يعني أعطيك فرق فازت ببطولة آسيا للبراعم بعد الفريق اختفى، كل اختفى، فريق فاز ببطولة الناشئين منهم اللي أخذوا من الأكاديمية بس 11 لاعب اختفوا كلهم، بعدين منتخب ناشئين المفروض يترحل هذا المنتخب الناشئين لمنتخب الشباب، كل الفريق اختفى أيضا. إذا شنو الفائدة من الفئات العمرية؟ شنو الفائدة من منتخبات الأشبال والناشئين؟ ماكو اي فائده. لذلك احنا ما بدنا نضحك علينا ولا الجمهور يعني يتحدث، استل بعض يقول لك انت ضدنا او شيء، وطبعا بحياتي انا ما كنت ضد شخص معين يعني في اي مؤسسه، لكن احنا ضد العمل الخطا وهذا دائما نتحدث به، احنا ضد العمل الخطا ايا كان في اي موقع هو مسؤول عن عمله، وبالتالي اي فشل هو ايضا يتحمله. احنا نتكلم عن الفئات العمريه، هنالك فشل كبير وهنالك استراتيجيات لم تبنى بصورة صحيحة. يعني قبل فترة تصريح لأحد الأخوان المسؤولين في اتحاد القدم قال احنا بعد ما ندمج بين الأولمبي والمنتخب الوطني، وين كنتوا نايمين يعني قبل؟ انتوا يعني كان صار صحيح وقبل كان خطأ؟ ذاك يوم 7 لاعبين من الأولمبي راحوا ويا الوطني، وبالتالي هذا العمل يعني معناته ما لا توجد خطة ولا استراتيجية للعمل مستقبلا، وبالتالي الكل يعول على النتائج إذا ما كانت. لذلك الشعب العراقي مع جل احترامي ربما البعض ينتقدني بهاي الكلمة، لكن الشعب العراقي إذا ما فاز منتخب الناشئين تقوم الدنيا ولا تقعد وفرحة، وكأننا فزنا بكأس العالم. وكذلك بس ما عندنا اليوم مدرب يطلع ويقول أنا راح أبني جيل، ترى ما راح أجيب نتيجة، أنا اليوم راح أخذ لاعبين بهذا الحمر ما أجيب نتيجة. ما عندنا مدرب يتحدث بهالموضوع. لا عفوا كابتن، هذا الموضوع اللي دا تحكي بيه إنه لما إحنا جدّر إن مدربين يدربون فئات عمرية شباب ناشئين براعم كذا وما نريد منهم نتائج، قلنا إحنا كجمهور كإعلام سلطة رابعة يا ما نريد نتائج، إحنا نريد فرق، نشوف فرق يعني تلعب مثل البطولة اللي صارت مال الناشئين اللي صار شنو المدرب لو نفرض هسه مثلا والكابتن بطل لو يدرب فئات عمرية وراح شارك أخذهم بأعمار حقيقية وشارك بطولة وما جاب نتيجة، احنا مقتنعين منو ما مقتنع؟ الاتحاد يريد نتائج حتى يثبت للشارع الرياضي انه هو نجح، انه نجح حقق نتائج حتى يقول انا حققت نتائج. وبذلك اذا الفريق اذا المدرب اخذ فئات عمريه حقيقيه وما نجح راح يرجع المدرب يطلعه يجيب زين. والحل والحل شنو؟ من 2003 لحد الان صار 15 سنه كل شيء من سيء الى اسوأ. يجب ان تتغير نظرية عمل الاتحاد، إذا لم تتغير النظرية راح تبقى هالنظرية تكون بدايتها من الفئات العمرية ودوري وقاعدة الفئات العمرية. أنت دوري فئات العمرية طبعا أكيد، أنا أقول لك حتى الدوري فئات العمرية ثق والله العظيم إذا كان هنالك دوري وهو على قولتك شهر شهرين وخلصانة
ثق بالله والله كثير من أعمار هاي الفرق غير حقيقية، مع احترامي للبعض من عندها ولا الكل، لكن أغلبها غير حقيقية، وعندما يعترض تصير مشكلة وتصير مصيبة وتصير عشائر، وبالتالي حتى اللجنة الفحص بالاتحاد قادم تقول لك يا بشفون شهرهم معودان يومية مشاكل ويا ذولا ما جاي يقدرون يتعاملون ويا هذا ويا 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 الفئات العمرية بالصورة الصحيحة، وبالتالي ماكو قرار حاسم يعني يحمي حتى هاي اللجان حقيقة، يعني ما كفى شيء يحمي هاي اللجان، ووصلنا إلى إحنا ما وصلنا باقين وياكم. لكن مشاهدينا الكرام نروح نشاهد تصريح للكابتن عدنان درجال بخصوص التنظيم بخصوص مباراة العراق والسعودية، أمور كثرة نستمع لها ونرجع نكمل حلقة المشهد الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية أنا أشكرك وأشكر قناة الديار على اتاحت هذه الفرصة للحديث إلى جمهورنا العزيز. مباراة السعودية تعتبر خطوة مهمة في اتجاه رفع الحظر الجزئي عن المباراة الرسمية، وأعتقد أنه يعني جاءت في توقيت مناسب قبل اجتماع الاتحاد الدولي اللي راح يعقد في شهر 3، وبالتالي أنه أتمنى أنه هاي المباراة تكون هي الختامية لرفع الحظر الجزئي عن المباراة الرسمية في الملاعب الثلاثة اللي هي البصرة وكربلاء بالإضافة إلى أربيل. إما موضوع ذهابي إلى البصرة بالتأكيد راح أكون موجود إن شاء الله، وراح أشارك أهلي وأحبائي وأخواني وأصدقائي في البصرة الحبيبة أفراحهم وفي هذه المباراة، وأنا أكون معهم في موقع الحدث إن شاء الله. كابتن باقي مع بعد المباراة أو راح تغادر إلى قطر؟ لا أرجع إلى بغداد وبعدها أغادر إلى قطر. يعني مباشرة أو يكون عندك؟ ممكن أبقى يوم، أعتقد أبقى يوم واحد بس، يعني ممكن يوم اثنين أو ثلاثة أسافر إلى أرجع إلى قطر. من أشوفك أكثر وأكثر يعني. إن شاء الله. خلاص الحاجز انكسر، وبالتالي أنه أعتقد أنه إن شاء الله زيارات تتوالى بإذن الله. شلون شفت بغداد؟ ترى 21 سنة مو هين، يعني رقم مو هين. هم راح ترجع تبكيني مرت الآخر. مو بس يعني. أعتقد أنه ما شفته يعني الحمد لله، في أمور إيجابية وأيضا في أمور سلبية، والأمور السلبية لا ما تتعلق بالإنسان ولا ولكن بالناحية التنظيمية وناحية من ناحية النظافة في بعض المدن في بعض المناطق من بغداد الحبيبة. وأعتقد أنه يعني أيضا موضوع المروري والاختناقات المرورية والفوضى المرورية اللي بالشوارع، فأمور يعني يجب إعادة النظر فيها والاهتمام بها بشكل كبير، لأن هاي بغداد، وبالتالي بغداد يجب أن الدولة تأخذ الأهمية الكبرى من الجميع. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التصريح الكابتن عدنان درجال. كابتن جواد، تحدث الكابتن عدنان درجال وكان سؤال مراسلنا إليه أنه شلون شاف بغداد، ذكر أنه أمرين، الأمر الأول إيجابي والأمر سلبي. السلبي خلنا نتحدث به أنه هو التنظيم، يقول لازم نحتاج للتنظيم. كيف تنظر لهذا التصريح أنه اليوم بعدنا نحتاج للتنظيم؟ شلون لعد نريد نسوي بطولة رباعية؟ شلون نريد الأندية تجي المنتخبات؟ هذا اللي تحدث به الكابتن عدنان درجال على مسألة التنظيم، تحدث به سابقا الكابتن أحمد راضي أيضا قال إحنا مشكلتنا بالتنظيم. أريد أحكي لك في موضوع حالة صغيرة. الإمارات متقدمة وكذا وعندها دوري جيد، ورغم أنه دوريها جيد وهذه، لكن استعانت بشركة إنجليزية لتنظيم الدوري الإماراتي، رغم أنه الدوري الإماراتي كل جيد وكذا. ليش؟ لأنه يحاولون أنه يتطورون. شنو الضير إحنا إذا نستعين هسه ما أقول لك بشركات أجنبية، بشخوص عندهم إمكانيات وعندهم خبرات متراكمة في عملية التنظيم، الشخوص اللي نظموا بطولة الخليج الخامسة، اللي كنا ننظم بطولات يعني بالعراق، هذول الشخصيات ما أريد أذكرهم بالاسم حتى لا يقول أنه أنا أروج لهم. شنو الضير إحنا نستفاد منهم؟ ليش إحنا نعتمد دائما على الاجتهاد، أنه كل واحد يجتهد بشخصيته وبشغله حتى ينظم، وبالتالي أنت شفت مرة لعبات على مستوى الدوري، لعبة الجوية والزوراء وغيرها، تشوف التنظيم شلون تنظيم سيء جدا، وأحيانا ممكن يؤدي مشاكل أو لا حالات قتل. أنا إذنك كابتن، بس ممكن هاي تتبع ثقافة الشخوص كرياضيين كجمهور كإدارات اليوم، يعني
احنا لك شقين يعني. حقيقة ثقافة المجتمع احنا والحالة الاجتماعية وضع المجتمع. احنا طبعا اكثر الشباب اللي عندنا مع الاسف سواء كان بالمحافظة او بغداد حقيقة يشاهد يمكن مباريات دوريات، لكن عندما يأتي للملعب تعال شوف شو يسوي. لذلك احنا هاي طبيعة يحتاج لنا الى تغيير فكر الشباب في التعامل بهكذا بطولات. يعني على سبيل المثال يدخل الشاب وشايل وياه مثلا لو كرزات، لو ماخذ علج، لو ماخذ شيبس، لو ماخذ هاي القضايا، هاي ممنوعه، كلها ممنوعه. وهاي بالتالي انت حتى المكان يعني ما تعرف شلون تقعد وما تعرف شلون تشجع بصوره اللي تليق هنالك الفاظ يعني عيب نتكلم. هاي من ناحيه، ناحية التنظيم كلام استجوابات لدينا من الكفاءات اللي يقدر يسوي بطولات وليس بطولة واحدة. كن على الجمهور شلون نسيطر عليه؟ لكن بس جماهيرنا. اسمع لي، انا اللي هسه مشرف على مباراة العراق والسعودية من هو المشرف عليها؟ اتحاد كرة القدم، وليس وزارة الشباب والرياضة، وليس مؤسسة اخرى على مود. دائما هم يتكلمون يقولون احنا مشرفين، وفعلا قانونيا هم مشرفين على. لذلك المشرف هو يكون هو المسؤول الأول والأخير عن كل مرفقات الملعب والاستقبال والتجهيز وتوفير كل شيء، هو المسؤول. لذلك احنا نتكلم هسه على مباراة، احنا صار لنا شهر حتى وزارة الشباب والرياضة بكل كوادرها العاملة بكل الناس المختصين صار لهم شهر حقيقة يعملون في ملعب البصرة وينظمون العمل هناك. وعندما تأتي المباراة تكون هنالك طبعا أكيد بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، لكن العمل أغلبه يكون طبعا وزارة الشباب والرياضة توفر كل مستلزمات ومقومات نجاح المباراة. وهذا شيء هي مو متفضلة بيه على بصراحة، لكن هو هذا واجبها. احنا نتكلم احنا محتاجين الى تأهيل كوادر الشابة، الطاقات الشابة هي اللي يكون عليها نقول نعول عليها الكثير. وبالتالي عندما تتاح فرص الى معايشات لهؤلاء الشباب في دوري، شنو الغلط اذا انا جبت شباب وراحوا للدوري الانجليزي وراحوا للدوري الاسباني وراحوا وتعايشوا، وعندما تكون هنالك بطولات احنا راح نقدر نقومها بصورة سهلة ومرنة وما يكون عندنا اي معوقات. تقرير بسيط صراحة مشاهدينا الكرام، تقرير عن يعني واحدة من أبرز روابط الأندية البلوكرانة اللي معترف بها من قبل نادي برشلونة. نروح نشاهد هذا التقرير ونرجع نتحدث عن ثقافة اليوم الجمهور العراقي لما نشاهده في مدرجاتنا. ابقوا يعنى. متابعي قناة الديار الفضائية، اليوم احنا متواجدين مع رابطة البلوغرانا في بغداد التي اقامت هذا التجمع لمشاهدة مباراة القمة بين تشيلسي وبرشلونة ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا. خلونا نتابع هذا التجمع الرياضي الشبابي. فيسكا برشا كابتن، بشكل مختصر من هي رابطة البلوغرانا في بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رابطة البلوغرانا في بغداد هي رابطة لمشجعي نادي برشلونة هنا في بغداد، أخذت الاعتراف الرسمي في يوم 11/12/2017 بعد مخاطبات مع النادي استمرت لسنة وعشرة أشهر. يوم بشهر الرابع 2016 احنا بعثنا أول إيميل إلى النادي نطلب فيه اعتراف رسمي لرابطتنا حسب الجمهور اللي عندنا، فانطونا سلسلة من الشروط ومن الإجراءات اللي لازم نمشي بها، منها العدد وتسجيل الرابطة في وزارة الشباب وأماكن التجمع وشغلات هواية كلش، وكل كل شيء إلى مدة مثلا شهرين نخلصه شهر نخلصه، فظلينا نمشي بالإجراءات هاي إلى أن الحمد لله وشكر خلصناها في شهر السادس من العام الماضي 2017. بعدين انعرضت على مجلس الروابط في برشلونة اللي هو ينطي موافقات للروابط، وباجتماع يوم 11/12/2017 انطى الاعتراف لرابطة البلوغرانا في بغداد مع 8 روابط اخرى حول العالم. كابتن، شلون شفت الفريق فريق برشلونه في الشوط الاول؟ والله اداء مميز، كان استحواذ على الكره بدايه الشوط الاول تقريبا نص ساعه الاولى، شوط تكتيكي رائع،
يعني طلعنا بتعادل سلبي، ولكن هو إيجابي من ناحية النتيجة، وإن شاء الله على الشوط الثاني راح يتم تعويض الموضوع هذا، وإن شاء الله يتم تغييرات المدرب فالفيردي، وإن شاء الله الفوز 3-0. بصراحة كرة يم القائم دقين بقلبك؟ أكيد طبعا، يعني ما تقبل غلط، يعني هذا كمشجع أكيد يعني، ولكن إن شاء الله منا فريقنا وما زرته إن شاء الله نآزره لآخر لحظة. مساء الخير كابتن. حبيبي تسلم حياك. الله يعين أعصابك. الله يخليك تسلم حي باركين. شلون توقعاتك المباراة؟ والله إن شاء الله 1-0 البرسا. خلقين اليوم كرتين بالعمود. ما يخالف. تبقى البرسا برسا إن شاء الله. واثقين من الفوز إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله بتسهيل. هدف بالشوط الثاني، بداية الشوط الثاني ملامع تغيرت بالحضور كله. طبعا مو سهله، يعني هدف يعني خلينا نقول بعد هو يعني مو خلينا نقول قلب الموازين، بس اثر على الموازين، خصوصا هو بارضهم. انت اذا تجيب هدف بارضهم راح هواي امور راح يعني تتعدل، خصوصا لعبه الاياب بملعبك، وتشيلسي معروف خصم مو سهل، وخصوصا انه طلعنا 2012 وعنده ثار ويانا من 2009، فاحنا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى جول، واتوقع بيد سواريز، يعني من سواريز ان شاء الله الجول. بس اذا ما سجل برشلونه بالذهاب بهاي المباراه راح يكون موقفه صعب كلش. هو اكيد صعب، بس برشلونه فريق يعني متعود على الصعاب، وخصوصا من مباراه العام من 3-1 دقيقه 87 الى 6-1 دقيقه 95، صح لو مو صح؟ وان شاء الله خير. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير اللي شاهدناه، لكن بصراحة نروح الموضوع أهم. إحنا من نتحدث اليوم ليس أتحدث عن نبيل طارق أو على البرنامج المشهد الرياضي، لكن أمنيتي أعرف من تكون تقييم لجوائز لهذا العام، منو هاي اللجان اللي تقعد وتقيم هاي الأشخاص كرياضيين، كبرامج، كمدربين، غير لازم كل من واختصاصه. لو كل من عنده فلوس او عنده دعاية انتخابية او تابع الحزب يقيم بها. استاذ بسام يعني اريد اشوف منو اللي يقيم اليوم، الاعلامي منو يقيمه، المدرب منو يقيمه، افضل نادي منو يقيمه، الحارس مرمى منو يقيمه، شلون دا تصير هاي؟ طبعا احنا العالم كله يشتغل في بطريقة بصراحة احترافية، احنا عشوائية وغير مهنية ومزاجية وطبعا مصلحية، خلينا نتكلم بهالطريقة. في كل العالم هنالك مختصين في هذا المجال، هؤلاء المختصين فيما أنا أختار لجنة كبيرة على سبيل المثال جواد الخرساني عضو لجنة مثلا ليمثل الإعلاميين على سبيل المثال، ونتحدث عن اللاعبين هنالك لجنة خاصة أيضا كمدربين محترفين محايدين ما يكونون لهم لهم يعني مجال عملهم معاملين يقول بالدوري احنا، هاي احدى الامور. وايضا ممكن من مؤسسة اخرى نجمع لجنة على مستوى احترافي عالي، عقليات ممتازة ومتابعة ولها بصمتها ايضا في الوسط الخاص والرياضي، لذلك انا اعتقد راح تكون حيادية ربما الى شيء كبير. اما قضية بعض الاحيان نشاهد احتفاليات، انا شفت الكثير من الاحتفاليات مع جل احترامي الكثير من الشخصيات، لكن شاهدت هنالك تمرير شخصيات وحقيقه لا تستحق هذه الجوائز. انا مره اسمع بان واحد كتب له مقاله قدموا له جائزه، الشخص الاخر لانه تكريم في الاحتفاليه شخص رائد صار قبل 30 سنه مبطل جاي أريد أكرمه في هذا المكان، مو لتكريم الرائدين ولا لتكريم، هاي احتفالية على مستوى يغاير كل الاحتفاليات. هاي العالم اللي أنا كنت أتابع أحد الاحتفاليات كان سلاتان إبراهيموفيتش يمكن اختاره أفضل لاعب في وقتها، أنا موجود كنت حاضر في هاي الاحتفالية خارج العراق وشاهدت طريقة إدارة هاي الاحتفالية على مستوى جدا عالي، عرض شو جميل للاعب وإمكانياته وإنجازه، وبالتالي كيفية حتى آلية تصويت انعرضت بصورة مهنية جدا عالية، وبعدين تحدث يا هل عنده حزب، يا هل عنده موضوع، احنا يا هل عنده فلوس، يا هل يروج بالفيس. كابتن رأيك بس بمختصر. مختصر مو هو الأكو مقدمة لازم أحكي. قبل فترة صارت مال أفضل لاعب بالعالم، اختيار المن هذا من الأشخاص اللي يختارون أفضل لاعب بالعالم،
اللي بين كريستيانو رونالدو ونيمار وكذا، تعرف اللي شاركوا كل العالم المختصين، المدرب باسم قاسم شارك بالاختيار، واحد اللاعبين دزولهم استماير لهنا واشروا اللاعب وارسلوها. هذا شنو معناه؟ معناه الشموليه. بينما اللي يصير عندنا مثلا، وهذا انا ساشرك اياها بصراحه يعني حتى خلي الجمهور يعرفها، احنا هسه كنا بالجرايد من نسوي استطلاع وبيان بيناتنا، كل واحد يختار للشخص، انا اختار فلان انت اختار فلان، نحطهم ونقول هذا سوينا استفتاء وهاي النتائج وهذا اللي فاز. فلذلك هاي الاحتفاليات، هاي الاحتفاليات شلون مجاملاتيه، يعني مو احتفال، يعني مو مثلا تقييم رسمي حقيقي، مثلا المقدم الفلاني او اللاعب الفلاني او كذا تختار جريده او مجله بحكم علاقتها وياه، بحكم العلاقه مالتها وياه والاتفاق. فلذلك هذه كلها ما تعتبر احتفاليات. لكن اذا تصير مثلا مجله فرانس فوتبول، يعني هاي عالميه، من تسوي مثل ما قال ذكر الكابتن، تكون شموليه لاشخاص مختصين، تخضع للكفاءه، ما تخضع للمزاجيات. انا مزاجي والله، انا مثلا اليوم انا مثلا رئيس تحرير الجريده الفلانيه، واريد مثلا كابتن بسام صديقي ومدرب وكذا، ممكن اقول انه حصل على 1700 صوت، حصل على 200 الف صوت. الختام برايك؟ الختام لا، هذه كلها مجاملاتيه، مجاملات وما ويعني لغرض الاستهلاك الاعلامي والفيسبوكي، ولا هذه مو تقييم حقيقي. انا اشكرك واشكر تواجدك وساعة ما تكفي وياكم. شكرا لك، واشكرك اني واشكر الجمهور. وبرنامجك حقيقه كان اليوم عباره عن ما له موضوع، كوكتيل بالتأكيد. عالجنا بيها الشغله بالتاكيد. كابتن بسام انا اشكرك، واشكر تواجدك، اشكرك. وطبعا اكيد كل الاخوان العاملين في القناه اتمنى لهم كل موفقيه، وجمهورنا العزيز، واتمنى تكون بانه فعل حلقاتنا مفيده وتضع نقاط الحروف كثير من الامور، لازم نتحاول نستغل الابرز. احنا نحاول نصحح اللي نقدر عليه حقيقه بالتأكيد. في المشهد الرياضي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بصراحه من تحدثت بهذا الموضوع والله العظيم مو على نبيل طارق، لكن يوم امس دخل لي الكابتن كاظم فليح، هذا المدرب الكبير اللي حاليا مريض بغده سرطانيه، ويقدم من اجل العراق ويخرج اجيال من اجل العراق، من يدخل لي ويدز لي صوره يكتب لي دازيله نتمنى انه تتواجد للافضل، فمن سائلهم قال لهم اللي تكريم، قال لي لا تجي ضيف شرف. تستهزئون انتم بهاي الشخصيات؟ يقول انا كيفت، قلت ايه يعني حسوا بينا، اكو من نصفنا. يقول لما اسالهم اقولهم انه اللي جائزه اللي تكريم، يقولوا لي لا تاتي ضيف شرف. اعرض هالحلقات اللخ وراح يكون وياي ضيف، لكن بصراحه اتالم من نشاهد صحته ويتحدث لي بالجهاز اللي متواجد داخل البلعوم للكابتن كاظم فليح. لهذا السبب انا اتحدث، انا ما احتاج اليوم جائزه لو افضل مقدم او افضل برنامج، اكو من يقيم واكو من يتابع. انا نجاحي بضيوفي اللي يتواجدون وياي، انا بنجاحي بالصوت اللي يوصل للمعنيين، هذا هو النجاح وليس الجائزه. كاظم قيموه الفرنسيين ترى، راح ويانا الدوري وذكر لي هذا الشيء، قيموه الفرنسيين وذكر لي، قال انا من فرنسا قيموني داخل بلدي ما يقيموني. وقيموه انه كان يقود فريق من الناشئين وصل اخذ المركز الثاني، وقيموه لانه رغم ظروفه الصحيه قدر يوصل هيك فريق لهالمستوى. حلقات المقبله راح تكون ممكن اقوى، نتمنى انه نلتقيكم على الخير والمحبه. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، هذا انا نبيل طارق، الى اللقاء.